هذه قبل الظهر هذه. ياوك كلهن جدد ذولي. اي هذه جديده قبل الصلاه جايبيها. هذه وهذه بعد كلها جدد. اشتريها ابو نزار عشان يفوز. والله اني ما ادري هنا كم مره كم هذا وش الطبخه. والله ما ادري الشيف يا اخي اوه طبخهم زين لكن الشيف الله يهديه يجيب لك لونها طبخه بسيطه لازم يجيبها بلفه. والله كلها بسيطه. ايه بس ركز ركز يا معلم بس القدور حقته فيها مشكله. قسموا الشغل بينكم. احنا مقسمينها لكن القدر فيه مشكله. من اللي معك انت؟ اللي معي مسفر. عزام احنا سفرنا انا وياه. واسأله قبل شوي قلت مسفر تعرف تطبخ؟ طلع فيه قال لا والله. طالع طول العمر يا عزام احنا بس سبحان الله دائما قبل شوي الشيخ يتكلم عن اليقين يا عبد الله. ايقن ايقانك تبي تفوز اليوم. اذا الواحد ما يعرف يطبخ والثاني ما يعرف يطبخ فباذن الله سالب مع سالب وش ولد موجب. انت ترى بالرياضيات صح؟ لا سالب مع سالب ولد موجب خلاص. فنقول ان شاء الله عملين احنا نفوز. ورمنا عثمان الله لقيت التمر ولا لا؟ ايه التمر. لا عزي عنك مع مسفر معلم والله من الخبص وعجينه. تفاءلوا بالخير تجدوه يا ابو نزار. تفاءلوا بالخير تجدوه. تفاءلوا بالخير تجدوه. سنفوز ما ادري. حرب الدجاج هذه ما بالها واحد. الظاهر ما لي حظ الا بالمية حقت الجمهور. الله يعطيهم العافية. امشي. انا وخني كل دار وطنا. الله شو الصوت؟ تدري عبد الله قبل في البرنامج كان صوتي خطير. خطير على الروح. خطير لو تسمعه. يسبب مشاكل بينك. لا لا بالعكس. الا انا فاهم. شجن ويوم دخلت في البرنامج زاد حلاه بعد. تدري؟ كذا زاد حلاه؟ اي توك ما سمعت توي صاحي الحين. بس اني احترم موهبتك ابو نزال كمنشد ما شاء الله صوتك. انا لك مني. اي اغنيه تجي ببالك انا اغنيها لوني نايم. كفو. انا اسعى لراحتك طال عمرك. كفو طال عمرك. كفو. الله يخرجني منك انت. رقدت اليوم. الله الله والله. جدتكم. والله لا ادعي عليكم. خل العصر يجي ان شاء الله. نسيت ادعي عليكم قبل شوي. حجتكم. يعني ما حيكم رقدنا العشرة صح؟ انا جتني اليوم طاقة ضرب. احنا انتم مجب ما تجي ليش الطاقه ما تجيك الا الساعه 7 الصبح؟ يا اخي ما ادري ليه ما تجيك قبل الفجر؟ بس انا صراحه يعني معليش بعض تحمل. انت قبل الفجر اذا انت حلو انت مدبل بالبطنيه يعني الضرب ما رجل ضربت مع رجلي قال مدبل البطنيه يرفع البطنيه ويضرب. دقيقه انت الحين على الفجر وقبل الفجر هنا بالمجلس هادي باك نفس التار. فجاه يوم طلعت الشمس قلت بس العيال بينامون ويقدرون عندنا. تعال جلست انا والروق نلعب ساعتين شطرنج. وسوست فيك صح توسوس؟ ايه راكد بس اشوف فزت يعني الحين تعادل واحد واحد باقي الفاصله اليوم بعد. طيب ليه ما رحت تعبت مخك؟ ليه ما رحت ترقد؟ مخك تعبه؟ لا لان كان فيني طاقه انا فرغتها على احمد. شوف اعطيك الطاقات الموزعه خلال الجداول اليوميه الزمنيه الامنيه لكل واجب حدث. لا انا امس كان عندي طاقه على كيفك. بعد صلاه العشاء ما ادري ايش اللي جاني خمول. صلاه العشاء بشوي طبعا مو عارف. بعد فقره ابو عبديله. ايوه بعدين او بنص فقره لا والله بعد فقره ابو عبد الله ما ادري ايش جاني بعدها ما ادري ايش جاني بعدها ما ادري ايش جاني كلهم يجيني هدوء داخلي شيء ما ادري وش انا ما احبه ذا اذا جاني اكره وجدتك قراده على احمد الصبح فابو سحاب قلت حدي شطرنج قلت يلا صليت الفجر لا قبل الفجر جت سوالف حلوه قبل الصلاه قبل الساعه عندك يمكن اشرع بالشاورما انت موجود شرعت معك ورجعت انا من الساعه 3 انا بحاول ارقد بعدين طلعت الطاقه مخزنه هي من الساعه 12 طيب حتى انا سبحان الله اذا كان عندك مطبخ باذن الله راح تطلع عندي طاقه باذن الواحد احد وتشوف انا كلي لك طيب كلي لك انا انزل اذا ما اعرفك يا عبد الله اذا ما من انت ما شاء الله ما يصحك شيء ترى السلام عليك والله اخف واحد نوم بالقريه هنا اذا ما جيت فجاه اطيح على فراشك واطيح عليك اقول يوه طحت كل ما نمت اذا ما اكون احمد بالعكس طيب تشوف شوف انا الان اسال متى الدور امك وبقول يا هلا ومرحبا ابو عوض اي طيب طيب خلا تجي الساعه 9 اذا ما تهاوشنا انا وانت زي الحلم اللي انا علمتك فيه بس هات اي اصبر خلاص
خارجي. تدري شو المشكلة؟ أنت ترقد قبلي، يعني حتى لو عندي مطبخ أنا أرقد آخر واحد. أيوه أنك صادق فعلا. يود أنتظرك لك مني أنتظرك. لو تنام 10 لك مني لأزعجك. أنت ولا أبو شاي؟ آه أبو شاي. يجي أبو فارع. أبو فارع الله يذكره بالخير. أبو فارع يسوي استلامات أنا وياه. طيب لا خلاص. أنا أنام هو يسوي حراسات. لا إن شاء الله إنه يجي أمه تكون قريتن عليه بإذن الله. والآن تلقى بحضان الأمه. تقول ماما الحين ماما وين ماما؟ تلقى صاحي الحين كان يتخيل وين ماما ويفتح. فارع يقول ماما ما تجي. الحين تلقاه يشرع بالزبادي والتونة الحين كأني أشوفه قدامي. يا أهلا. يسولف الأمه يقول أنا يوم أحمد عوض ويوم عبد الله الفريدي يوم كنت أبكي كانوا يقرون علي. إيه. عطر عطر شيء ظهري يا ابو كذا ظهري ظهري شيء حلو صح وش انت تختار والله العظيم بحياتي ما قد غنيت كذا وانت صاحي ما قد غنيت الظهر يلا عطني لا قد غنيت الظهر طيب تعرف كنا افترقنا البارحه نعم والبارحه صارت عمر ليله ابد عي التمر نعم ما تعرفها غيرها ترى قبل ايش تعرف طيب هل ما ادري انت عطني واحد ثاني نعطي محمد عبد محمد عبد أي شيء أو عبارة